السلام عليكم، يعطيكم ألف عافية جميعا. إذا عنوان هذه المحاضرة Build Image to JSON Web Application with the Gemini API. أوكي، أنا ما راح أحكي كتير، راح أروح دغري ورجيكم الـ End Result يلي الشي اللي نسويه بنهاية هذه المحاضرة. أوكي، فإذا راح أروح أنا على الـ End Result. نحن إن شاء الله بنهاية هذه المحاضرة راح نبني مع بعض هذا الشي اللي شايفينه على السكرين. اوكي، رح نبني مع بعض ويب ابلكيشن صغير. شغلته لهيدا الويب ابلكيشن انك انت تعطيه صورة، هو بيعمل اناليز لها الصورة وبرجع لك الجيسون فورمات تبعها. يعني بقصد فيها مثلا اذا انت اعطيته صورة منتج، هو رح يرجع لك التايتل لهالمنتج، الديسكريبشن، البراند، الفيتشرز والكاتيجوري. اوكي عظيم. قبل ما اعمل تيستينج عفوا، بدي اعطي ديسكليمر صغير انه نحن هدف هيدي المحاضره مش اني انا اسوي سوفت وير از سيرفيس، لا، انا هدفي بهيدي المحاضره اني انا اعرفكم على الجيميني، شو هو الجيميني، كيف بيستخدموا للجيميني، كيف بيستخدموا للجيميني ايضا بالبروجكت تبعي، كيف بعمل له انتجريشن، بظبط السيت اب، كيف باخد وبعطي معه للجيميني. اوكي، انا هيدا هدفي، ما هدفي اسوي سوفت وير از سيرفيس ابدا. اوكي عظيم، خلونا نشوف how does it work. فأنا فعليا هعطيه صورة. هلا أنا نزلت عندي صور لكم برودكت فور اكزامبل، مش عم ساوي دعاية أبدا، بس إنه هيدا اللي قدرت أجيبه من الإنترنت. أوكي، فمثلا رح أعطيه هيدي الصورة مثل ما شايفين، بينت الصورة عندي فوق. فأنا هلا بدي أسوي لها كونفرت. أوكي، هلا مثل ما شايفين عم بيعمل لودينج. أوكي، الويب ابلكيشن عم بيعمل ريكويست للجيميني، الجيميني عم بيعمل انالايز، وهلا رجع لي الريزلت. فمثل ما شايفين على اليمين هون في عند الريزلت يلي طلعت. فاذا انا اعطيته صورة هذا المنتج، والجيميني شو عمل؟ قدر يتعرف على التايتل، قدر يتعرف على الديسكريبشن تبعيته، قدر يعطيني البراند تبعيت هيدا المنتج، الفيتشرز تبعوله، والكاتيجوري. اوكي، نحن ان شاء الله بنهاية هذه المحاضرة رح نقدر نعمل the same thing. اوكي، نفس الشيء ان شاء الله. هون طبعا فيكم تعملوا كوبي للريزالت يلي اخذناها. تمام، فينا اذا بدكم نعطيه صورة تانية لتشوفوا مثلا هيدي convert. فاذا هلا عم بيعمل لودينج، فمثل ما شايفين كمان قدر يعطيني التايتل، ديسكريبشن، البراند مظبوطة، الفيتشرز مظبوطين، الكاتيجوري مظبوطة. بس هلا لكم شغلة صغيرة، لما انتوا تستخدموا الاي اي بالبروجكت تبعكم لازم تحطوا بعين الاعتبار انه في عندك ليميتيشن، وفي عندك بعض المطارح الريسبونس ما راح يكون 100% اكيوريت. اوكي، يعني ممكن هو يعطيك ريزلت منا موجودة اصلا بالايمج. عرفت كيف؟ يعني اذا بحال هلا اعطيته برايس بروبرتي، ممكن هو يعطيك استيميتد برايس لهالمنتج. فبدكم تنتبهوا انه مش الريزلت يلي بيعطينا اياه الاي اي هي 100% اكيوريت. اوكي، وهذا الشيء مش انا اللي عم بقوله، الجيميني ذات نفسه هو عم بيحكي هذا الشيء. اوكي، وفي عندي شويه كمان ليميتيشن بالنسبه للسايز تبع الصوره وباقي هالتفاصيل بنشوفها مع بعض ان شاء الله بالدوكيومنتيشن. اوكي عظيم. فاذا هذا الشيء اللي انا بدي اسويه، بدي اسوي ويب ابلكيشن، بعطيه صوره بيعطيني الجيسون تبعه. اوكي، كتير ايزي، عظيم. هلا من بعد ما شفنا الاند ريزلت، بدي بلش انا بالفرونت اند بارت، بدي جهز انا البروجكت تبعي. عظيم، فانا فعليا عملت هون فولدر فاضي، وهذا السورس كود تبع البروجكت القديم. يعني هلا بس ارجع اسويه فروم سكراتش، فروم يعني اجين. اوكي، رح اسوي نيو ويندو. اوكي، فمثل ما شايفين انا هون في عندي بروجكت بعده فاضي بعد ما عملت فيه شيء. رح اسوي اول شيء index.html، وبدي ايضا زيد عليها app.js. اوكي، كتير سمبل، ولا شيء، فولدر فيه تو فايلز، index.html و app.js. اوكي، هلا انا هون بدي اعمل تمبليت.
انا بهيدي التمبليت انا اوريدي عامل لها يعني عامل لها كاستمايزيشن، دايما بزيد عليها البوت ستراب كرمال الستايلز. ولقلكم شغله صغيره يا شباب، اذا بحال جداد بعدكم على البوت ستراب، هو مثل لايبرري او فريم ورك للسي اس اس، كثير كثير سهله، وانا راح استخدمها بشكل جدا مينيموم، يعني ما راح استخدمها بشكل كثير معقد. اوكي، فتابعوا معي للاخر، بس رح اورجيكم شغله صغيره. بس بتروحوا على بلاي ليست دوت مشون دوت كوم. اذا بحال طولت معكم اللينك، بدل ما تعملوها اتش تي تي بي اس اكتبوها اتش تي تي بي. اوكي، بس مفروض يمشي الحال يعني. فهلا بتروحوا لعندي على البلاي ليست وبتشوفوا كل الفيديوهات تبعولي، وبنفس الوقت بتشوفوا تحت الكورس تبع البوت ستراب يلي انا مسويه. اوكي، خلينا هون نسويها اتش تي بي. اوكي، فهيدي البلاي ليست تبعيتي، هون عامل انا كورس على البوت ستراب بامكانكم تطلعوا عليه. اوكي، وانا ايضا بالبروجكت تبعي راح استخدم الفيو جي اس، وايضا ما راح استخدمه بطريقه كتير كومبلكس وكومبليكيتد، انا راح استخدم المينيموم فيتشرز تبعوله اللي هي الرياكتيفيتي بس مش اكتر، يعني ما راح استخدمه بشكل كتير معقد، راح يكون كتير كتير سمبل. وايضا فيكم تطلعوا على الكورس تبع الفيو جي اس، شارح انتدكشن صغيرة على الفيو جي اس. اوكي، فاذا نرجع للبروجكت تبعنا، انا هون نزلت البوتستراب ونزلت بدي انزل كمان الفيو جي اس. اوكي، بس بالاول خليني اشتغل هلا بالبوتستراب. اوكي، فرح اسوي سيف وبدي اطلع لايف لتشوفوا الريزلت تبعيتي. اوكي، عظيم. فمثل ما شايفين هلو وورد، عظيم، تمام. فانا شو اللي بدي اسوي؟ بدي بلش اسوي التصميم، بدي اسوي الديزاين اللي انتم شايفينه هون. اوكي، فانا هلا الشغل اللي بدي اشتغله بس ديزاين. اوكي، ما راح اشتغل شيء فانكشناليتي حاليا لبين ما اخلص الديزاين، لانه بالاوتلاين هلا انا بدي اشتغل الفرونت اند بارت. اوكي، عظيم، خلونا نشتغل الفرونت اند بارت على السريع، ما بدي ضيع لكم وقتكم، لانه بالنهايه هذا الكورس منه خصو بالفرونت اند، انا هدفي اشتغل بالاي بي اي. اوكي، عظيم. فبدي اسوي هيدر بسيطه. اوكي، بهيدي الهيدر خلينا اعطيها كلاس انه هي اعطيها بادينج 2. اوكي، وبدي اعطيها شادو خفيف. الديسبلاي لازم تكون فلاكس، وايضا الاين items center يكونوا كلهم هيك على مستوى بعض، ما بدي شي فوق وشي تحت. وبدي justify content to be كمان بالسنتر. اوكي، وبدي مثلا ممكن نعطي gap 2 بين كل شغلة وشغلة يكون في gap 2، يعني عيار مقدار 2. هيدي ال gap 2 هيدي unit بالبوتستراب، فيكم تطلعوا عليها كمان بالدوكيومنتيشنز. anyway، فأنا هون في عندي بدي أعطي text to be center. أوكي، وهون بدي أعطي title صغيرة اللي هي H5 مثلا، build with Gemini AI. أوكي، خلونا نسيف و let's see the result. أوكي، حسيت صار في عندي header فوق شبيهة بالheader اللي أعطيناها فوق. أوكي، هلا بدي اسوي اللاي اوت. فاذا انا بدي اسوي جريد سيستم، بهيدا على الشمال بدي يكون في عندي التكست، وعلى اليمين بدي الريزلت. اوكي، الانبوت والاوتبوت، عظيم. فخلوني اجي هون مش بالهيدر، بدي اعمل مين، المين تاج. اوكي، بالمين تاج خليني اعطيه اول شيء مارجن من فوق ومن تحت يكون في عندي 5، معيار 5. ولا بدي اسوي سكشن، وبما انه انا بدي اشتغل جريد سيستم فبدي اعطيها كلاس كونتينر. لما تعطوا كلاس كونتينر لاني اتش تي ام ال element، معناتها انت جوات هذا ال element انت هون صار في عندك جريد سيستم ايبل تو يوز. اوكي، عظيم. بالجريد سيستم بتعرفوا انا بصير بشتغل كولوم زيرو، فانا بدي اسوي رو واحد، لانه انا هون ما عندي غير رو واحد، عندي رو واحد، عرفتوا كيف؟ عندي كولوم هون وكولوم هون، عظيم. بهيدا الرو
اوكي خليني كمان اقول له انه جاستيفاي كونتنت سنتر واعطيه مش جاب، لما تشتغلوا جريد بتبطل جاب بتصير اسمها جي، هي اسمها جاتر او شيء، فبدي اعطيها جاتر 5. اوكي كمان معيار 5 هون بدي اسوي كولوم على الموبايل سكرين، هو بشكل عام لازم يكون 12 لانه الجريد سيستم تاخذ 12 كولوم، فانا بدي اعطيها الماكسيموم، ولكن على اللارج سكرين بدي اعطيها تكون عبارة عن 6. اوكي وايضا هون نفس الشيء كولوم 12 على الموبايل، لكن على اللارج سكرين بدي هالمرة اعطيها 5. اوكي عظيم. هلا صار في عندي انا تو كولومز، باول كولوم انا هون اللي بدي احطه بدي احط هدول البارتس، فانا هون فعليا في عندي ايكون وفي عندي تكست تايتل وفي عندي شوية ديسكريبشن. اوكي عظيم. بس شو رايكم انا هلا انزل البوتستراب ايكون؟ البوتستراب ايكون انا ماني منزله باي ديفولت، فبدي اروح على الايكونز. اوكي بتنزلوا للاخر الاخر اخر شيء تحت. اوكي هون في عندك هيدي السي دي ام كونتنت ديليفري نتورك، هي اختصار لهذا الشيء، فانت بتعمل كوبي لهاي او لهيدي اذا بدك تحطها بالسي اس اس فايل. انا بسوي كوبي للي فوق، بروح على البروجكت وهون بيجي بعطيه. هون نزلت انا البوتستراب ايكون، نسيت اعطي تايتل، رح سميها جيميني اب. اوكي عظيم. نزلت الايكون. هلا يا معلم اللي بدي اسوي بدي اعطي كمان اسايد جوات هذا الاسايد كيف بده يكون التقسيم؟ انا بدي اعمل display as flex، وبدي هالمره يكونوا تحت بعض مش حد بعض، فبقول له flex يكونوا كولوم كمان. اوكي وبدي اعطي جاب تكون بيناتهم مقدارته. عظيم. انا هلا شو عملت؟ استخدمت الجريد سيستم، وداخل الجريد سيستم ببارت معين استخدمت الفلكس. كثير سمبل، فينا نعمل هيك شيء. اوكي عظيم. هلا بدي اعمل الايكون، فعندي ايكون بوتستراب ايكون بوتستراب ايكون مثلا ايمج. خلونا نشوف شو صار في عندي. صار عندي ايكون تبعت الايمج. هلا انا كيف حافظها؟ حافظها من كتر الممارسه، فقدرت اعرف انه التاج تبع الايمج هو اسمه ايمج. اوكي عظيم. فيك تحطوا الايكون يلي بدكم، هي ما رح نعمل هلا تصميم اكزاكتلي مثل اللي عملته قبل، بس بدي اعطيها ديسبلاي رح اعملها 1، بدي اياها تكون كبيره شوي. وتحت الايكون بدي احط عندي شو يا معلم؟ بدي احط عندي التايتل اللي هي H1 هون مثلا image to json converter for example. تحت ال H1 عندي شوية description. اوكي عظيم. save let's see the result شو صار في عندي. اوكي بلشت تصير شبيهة باللي عنا اياها. هلا شو بعد بدي اسوي تحت؟ في عندي هيدا البارت اللي هو input وفي عندي button. اوكي ليكو شو راح اجي اعمل هون تحت لهيدي direct بدي اسوي شيء اسمه in input group. بالانبوت جروب هيدا بدي اعمل انا انبوت، بس نوعه بدي يكون فايل. اوكي بدي اعطيه اي دي اسمه انبوت مثلا ماي انبوت اللي بدك اياه، بتعطيه الاي دي اللي بدك اياه، ما في داعي اعطيه نيم. اوكي فيكم هون تعملوا اتربيت اسمها اكسبت، انه مثلا تعطوا بس فايلات معينه تاخدوها. انا بعتقد ايمج لحظه شوي بتذكر ايمج سلاش بي ان جي و ايمج سلاش جي بي جي و ايمج سلاش بعتقد جي باج. يعني انتوا حطوا الفايل تايبس يلي بدكم هي، وفيكم بلاها يعني، بس هو الافضل تحطها يعني. عظيم. وحدها بدي ساوي بطن، هذا البطن رح اعطيه كلاس اول شيء لحتى يكون، بما ان انا عندي input group فبدي اعطيها input group text for example، وهون بنفس الوقت بدي اعطيها بطن يكون small وبطن primary. اوكي عظيم. وهون بدي اعطيها value هي convert let's see the result. اوكي بلشت تصير شبيهة يلي باللي عنا هي. خلونا نشوف كمان شغلة. لا مفروض هيدا
المفروض ياخد الويتس تبع ال 100%. خلينا نسويها هيك نشوف. عفوا. اوكي طيب عظيم، صار في عندي انا البتن. هلا بدي اسوي هذا البارت اللي هون اللي هو الاوتبوت، اوتبوت كولوم. اوكي بالاوتبوت كولوم انا عم بشتغل بهذا الكولوم اللي هون. عظيم. كمان بدي اسوي اسايد جوات هذا الاسايد. انا شو بدي احط؟ في عندي اللوجو تبع هيدي الجيميني. هون رح اعمل كوبي ايمج ادرس، رح اجي هيك اقول له ايمج، رح اعطيها الادرس، وهون رح اقول له جيميني. اوكي هون رح اعطيها كلاس ايمج فلويد، هذا الكلاس لحتى يخلي الايمج تكون ريسبونسيف. وبدي اعطيها ويد، دائما لما تعطوا الويدث بروبرتي بالايمج تاج ما في داعي تحطوا بيكسل وقصص، انتوا بس بتعطوها مثلا 100 اوتوماتيك بيمشي الحال. خلونا نشوف الريزلت. اوكي صارت موجودة عند الصورة. هلا اللي بدي اعمله، بدي اعمل هيدا الكود بارت، الكود بريفيو ما عشان نسميه. اوكي هو كتير سمبل بصراحة، هون بس بنزل لتحت. يلي بدي اساويه هو انه انا بدي اساوي اول شيء ديفيجن معينه، وجوات هذه الديفيجن بدي احط يا معلم شيء اسمه بري. البري هذا معناتها انه انت هون فيك تكتب كود، عرفتوا كيف؟ بيجي بنفس الاستراكشر واللاي اوت والفورمات والهيدا، عرفتوا كيف؟ ما بيجوا هيك معجقين مع بعض. فانا هون في حاستخدم البري تاج، جوات البري تاج هون بدي احط الكود تبعي، عرفتوا كيف؟ خلونا نشوف. اوكي هلا ما بين اسودا، هلا بدي ازيد له شوية ستايل. فهون فعليا بدي اقول له باك جراوند دارك والتكست يكون لايت. اوكي بدي بادنج تكون 2 راوندد. خلونا نشوف. اوكي بلشت تكون شبيهة باللي بدنا هي. بس انا هون بالاسايد شو رأيكم نعطي كلاس display it as flex، flex يكون كولوم ويكون في عندي جاب 2 مبدئيا. هلا صار في عندي جاب بين الصورة وبين الكود شوي صغيرة، يعني ممكن نخليها 5 نشوف. اوكي صارت كتير كبيرة، عفوا نرجع خليها 3 مقبولة 3. عظيم. هلا شو ضل عندي؟ بدي اساوي الكبس اللي تحت. بس قبل ما اعمل الكبس اللي هي الكبي، بدي اعطي هيدا الديف اعطيه ستايل انه بدي اقول له الهايت، المينيموم هايت يكون عبارة عن، خليها الفيت، فيت كونتنت. اوكي وهلا نحن بنشوف كيف بنظبطها. اوكي عظيم. هون تحت في عندي باتن، هيدي الباتن رح تكون كوبي كوبي جيسون. بدي اعطيها ستايل للباتن، باتن سمول، باتن اوتلاين دارك فور اكزامبل. اوكي هلا ما بدي اياها انا تكون اخذ الويدث تبع، ما بعرف اذا بدكم اياه فيكم تعملوا لها الويدث انه تكون فيت ذا كونتنت، ما بيأثر. بس مبدئيا رح اتركها هيك شكلها طالع ظابط. هلا اللي بعده شو بدنا نعمل يا معلم؟ بعتقد التصميم صار جاهز كفرونت اند بارت. هلا بدي كفي بالشو، نرجع للاوتلاين، بدي اساوي انتجريشن للفيو جي اس. وبرجع بذكر انا الفيو جي اس رح استخدمه بطريقه جدا جدا سمبل. اوكي وانا اوريدي في عندي كورس على الفيو جي اس فيكم تطلعوا عليه. عظيم. كيف انا بروح على الفيو جي اس؟ هون رح اقول بدل ما اروح على البوتستراب رح اقول vuejs.org. اوكي رحت على vuejs.org، بروح دغري على get started. هون عندي شيء اسمه quick start، بروح عليها تحت تحت بتنزلوا هون using view from cdn، بتنزلوا الفيو هيدا السكريبت بتعملوا له كوبي، بتروحوا على البروجكت تبعك وبتنزلوا بالهيد. اوكي انت هلا مبروك نزلت الفيو جي اس، صار نازل عندك، هلا صار فيك تستخدمه. عظيم. كيف بستخدمه يا معلم؟
الفيو جي اس بدك تعمل انيشالايز له. اوكي، اول شيء بدك تعمل انيشالايز، بدك ليكو كيف بنعمل له انيشالايز. بتروحوا على على الاب دوت جي اس بالاول. خليني اعمل له لينك للاب، راح اقول سكريبت، وهو نوع راح يكون موديول اب دوت جي اس سيف. هروح على الاب وانا راح اقول كونستانت، راح اعمل فاريبل كونستانت راح سميه اب، يعني الابلكيشن تبعي راح يكون فيو دوت كرييت اب. انت هلا مبروك عملت له انيشاليزيشن، تمام، عظيم. هذا الابلكيشن تبعك بده على القليله يكون يتضمن شغلتين، بده يحتوي على داتا بروبرتيز، عرفت كيف، وعلى ميثودز، يعني على فانكشنز. يعني هلا انت فيك تيجي تكتب فانكشن هون طبيعي، ما حدا بيمنعك، بس لحتى انت تقدر تستخدمها لهيدي الفانكشن لازم تكتبها جوات الفيو، عرفت كيف. لما تكتب فانكشن جوات الفيو، ساعتها الفيو قادر يعمل كنترول على هيدي الفانكشن، ساعتها انت قادر تستخدم هيدي الفانكشن بطريقه سهله جوات ال HTML. اوكي، عظيم. فانا هلا بدي اجي اعمل الداتا ميثود. هيدي الداتا ميثود هي ميثود معترفه، يعني مش معترفه، عفوا، هي بيتعرف عليها الفيو، لازم تنكتب حرفيا اكزاكتلي، ما فيك تكتبها كابيتال لتر كذا. فانا فعليا شو بدي داتا؟ انا يا معلم بدي كذا شغله. انا اللي بدي اياه، بدي يا معلم السكيما تبعت الجيسون. اوكي، بدي اساوي سبينر فاريبل لحتى اقدر اتحكم بالسبينر، بدي اساوي فاريبل تبع الريزلت لحتى احطه بالكود. وشو كمان ممكن احتاج؟ مبدئيا هيدول، ممكن نحتاج شيء اكتر اذا اضطرينا بنزيده، عرفت كيف. خليني اشوف بالكود تبعي شو كنت حاطط كمان فاريبلز. ايه، فولا شيء، هيدي ما لها لازمه اللي فوق. فانا اللي عملته هو عندي سكيما، في عندي الريزلت فاريبل، وبدي اساوي النكست ايمج والسبينر. اوكي، بكل بساطه هيدول هن. رح ارجع على الكود تبعي. اوكي، فانا اللي بدي اساوي اول شيء سكيما. خلوني اورجيكم شغله قبل ما نعمل هدول. خليني اعمل تايتل فاريبل، رح اسميه تايتل، رح اسميه هيلو. اوكي، هلا هيدا الفاريبل انت كيف بدك تستخدمه بال HTML؟ لحتى تستخدمه بال HTML لازم انت الابلكيشن تبع الفيو يلي عملته لازم تدمجه بال HTML، يعني لازم تعمل له كونكت مع ال HTML. كيف بعمل له كونكت؟ بدل ما استخدم مصطلح اللي اسمه كونكت، رح استخدم مصطلح تاني اللي هو اسمه ماونتينج. اوكي، فانا هلا بدي اساوي ماونتينج للفيو ابلكيشن جوات ال HTML. فانا بيجي بقول له اب دوت ماونت. اوكي، رح اقول له هاشتاج، يعني اي دي روت. الاي دي اللي انتم بتقولوا لي عليه هون لازم تعطوه هون. يعني هلا انا اذا جيت اعطيت الاي دي جوات المين، جيت قلت له اي دي روت، الفيو جي اس صار شغال جوات هيدا البارت، بس منه شغال فوق، عرفت كيف. فانت هلا شو بتعمل؟ يفضل تحطه الروت بالبادي هيك لحتى الفيو جي اس يقدر يتحكم بكل البادي. اوكي، بهالطريقه يا معلم انت عملت كونكشن بين الفيو ابلكيشن تبعك وبين ال HTML، انك تعمل له ماونتنج. اوكي، عظيم. هلا يا محمود عملنا له كونكشن وعملنا له ماونتنج، يعني هلا كيف بدي اتاكد اذا الفيو جي اس شغال؟ بكل بساطه بروح انا هون، شايفين في جيميني اي اي، لحتى انت تطبع فاليو لشي فاريبل عندك بالفيو بدك تستخدم هيدول، هيدا السنتاكس اللي هو دبل كيرلي براكتس. وانا رح اجي اقول له تايتل، حط اسم الفاريبل سيف، خلونا نشوف الريزلت، ليكو شو صار، ما زبطت، اعطاني تايتل بهالشكل، ما زبطت. انا كيف بدي اخلي التايتل الفاليو تبعها يزبط؟ خلوني اشوف هون شو عامل. كرييت اب دوت، مظبوطه، داتا روت. خلونا نشوف يمكن في عندي شي سنتكس ايرور. خليني اسوي انسبكت لشوف شو في عندي ايرور غريب، المفروض يعطيني. خليني اشوف اذا، عفوا،
اوكي انا عاطي روت مرة واحدة هون. اوكي اعمل له داونلود. اب دوت كرييت. اب مظبوطة. اب دوت ماونت. اوكي زبطت. انا شكلي الغلط اللي عملته اني ما عملت سيف للاب دوت جي اس، عشان هيك ما بين. فلاحظوا هون صارت الفاليو رياكتيف، عرفت كيف؟ يعني هلا انا بس غيرها، عفوا بس غيرها من هون، هيدي بتتغير اوتوماتيكي، رح تتغير بال HTML. اوكي عظيم. برجع بقول لكم انا اوريدي في عامل فيو جي اس كورس، فيكم تطلعوا عليه رح يسهل عليكم الامور اكثر. عظيم. فانا هلا رح استعجل شوي، رح اجي اعمل السكيما. السكيما تبعيتي رح تتضمن خليني هون تايتل، وفي عندي ديسكريبشن، وبدي كمان حط مثلا براند، وغير البراند شو قلنا كمان؟ كاتيجوري. وبدي فيتشرز اذا بدكم، فيكم تزيدوا امور انتم اللي بدكم هي، بس برجع بقول لكم لازم تعملوا تريننج لهالموضوع لحتى يعطيكم ريزلت مقبوله. اوكي انا عملت تريننج ولاحظت انه هدول الخمسه اتريبيوتس عم بيطلعوا الاكيوريت اكثر شيء، يعني جربت احط برايس صار يعطيني برايسز من عنده، عرفت كيف؟ فخلينا هيك افضل. عظيم. عملت السكيما، بدي كمان زيد فاريبل تاني اللي هو اسمه النكست ايمج، اللي انا الايمج بدي اسوي له ابلود، رح اعمل له نال بالاول. وبدي يا معلم الريزلت، الريزلت تبعيتي كمان رح تكون نال مبدئيا. اللهم صل على سيدنا محمد. شو كمان بدي زيد؟ محتاج سبينر. اوكي رح تكون فولس كمان مبدئيا. عظيم. انا هلا الداتا تبعيتي صارت موجوده، انا هلا بدي بقى اشتغل، بدي زيد الميثودز. لحتى انت بتحط فانكشنز جوات الفيو لازم تحطهم جوات هيدي الاوبجكت اللي هو اسمها ميثودز. جوات لهاي انت فيك تحط الميثودز يلي بدك اني، بس ما في داعي تكتب فانكشن، لا دغري بتكتبها، بتكتب اسمها دغري. مثلا انا بساوي فانكشن تعمل لي كوبي ريزلت فور اكزامبل، تعمل كوبي للريزلت. فكيف بساوي كوبي للريزلت؟ فالريزلت رح تكون موجودة هون. فأنا شو بعمل؟ بقول له نافيجيتر دوت كليب بورد دوت رايت تكست. اوكي بقول له ذس دوت ريزلت. لقلكم شغلة، إذا أنتوا جوا، إذا أنتوا بالجافا سكريبت اوكي مش بال HTML، انتبهوا بال HTML ما في داعي نكتب ذس، بس إذا أنتوا جوات الجافا سكريبت فايل وبدكم تستخدموا هودي البروبرتيز يلي هن رياكتيف باي فيو، ما فيك تستخدمها دغري، بدك تقول له ذس دوت بتسمي اسم اسم الفاريبل. اوكي ليش هيك يا محمود؟ لانه اللي اخترع الفيو هيك بده، هو هيك مصممها، وهي هيك ات ميك سنس مور. اوكي عظيم. فاذا بس بدك تستخدم الرياكتيف رياكتيف داتا اللي عندك هن، بدك تستخدم كلمه this، ونفس الشيء للميثودز، اذا بدك تستخدم ميثود تاني كمان بدك تقول this. اوكي بس بال HTML ما في داعي تقول this، دغري بتسميها دغري. اوكي عظيم. ومن بعد ما يعمل لي كوبي للريزلت بدي اعمل اليرت صغير يقول لي انه كوبيد. عظيم. هيدي اول فانكشن عملناها. كيف انا هيدي الفانكشن بخليها اعمل لها رن من ال HTML؟ رح ورجيكم بكل بساطه. هون على الكوبي بيجي بقول له، قبل انتم شو كنتوا تقولوا؟ كنتوا تقولوا اون كليك، هلا حيختلف الموضوع، رح تقول له ات كليك. يعني لما تعمل كليك حنستخدم كلمه ات، يعني اختلف السنتكس بس نفس المعنى، نفس الفكره. اوكي ات كليك شو بدي انا اسوي؟ بدي اخليه يعمل لي رن لهيدي الفانكشن اللي هي اسمها، عفوا كوبي، شو قلنا اسمها؟ كوبي ريزلت، كوبي ريزلت. اوكي وفيك تعطيها البراكتس. عظيم. هلا الريزلت هي نال، اذا هلا انا بروح بعمل كوبي، اعطاني كوبي ومش الحال، بس اذا بيجي بعمل لها بيست، شوفوا عفوا هون رح اجي اسوي لها بيست، اعطاني نال.
لانه هي الريزالت حاليا بعدنا نقل، بعد ما عملنا جنريت لاني ثينك. اوكي عظيم. نحن هلا بهالطريقه شو عملنا؟ عملنا انتجريشن للفيو جي اس. هلا بدي اسوي هيدي الفانكشناليتي، انه انا بدي اسوي لما اليوزر يعمل ابلود لهيدي الايمج بدي هيدي الصوره تبين هون محل هيدي. اوكي شغله كتير بسيطه، شوفوا شو رح نعمل. نحن هلا رح نتعامل مع الفايل سيستم بالجافا سكريبت. اوكي ولازم تعرفوا شغله كمان، انه الصوره مثلا هلا اذا انتم بتعرفوا في شيء عندكم بالبروجرامينج يعني ان جنرال، في عندك الداتا تايبس، اوكي الفاريبل تايبس عفوا، اللي هن الانتجر الفلوت السترينجز الاريز والى اخره. اوكي هلا في نوع داتا فاريبل تايبس اللي احنا بنسميه اللي هو له علاقه بالميديا، اللي هي اذا كان صوره فيديو فايل، هدول نحن بنسميهم بلوب. اوكي بلوب باينري شيء هيك، ناسي بصراحه شو الاختصار، عرفتوا كيف؟ فنوعه راح يكون بلوب. فنحن شو راح نعمل؟ هذا الانبوت بيساعدنا انه نعرف الباث تبع الصوره، وبس نعرف الباث تبع الصوره انا بستخدم كلاس موجود بالجافا سكريبت اللي هو اسمه الفايل ريدر. هذا الفايل ريدر بياخد الباث بيعطيني الصوره از بيس 64. انا الصوره لما بدي اخذها بدي احولها لبيس 64، عرفتوا كيف؟ وهذا البيس 64 ببعت له اياها للجيميني، هو الجيميني بيتعرف عليها. اوكي هيك المبدأ يعني. خلونا ننفذ هذا الشيء. فأنا بدي أسوي فانكشن، هيدي الفانكشن شو اسمها؟ رح أسميها أبلود إيمج، اسم بديهي. أوكي شو شغلتها تعمل هيدي الإيمج؟ بدها تاخد الباث تبع الإيمج. هلا أنا كيف باخد الباث؟ هون رح أعمل إيه؟ بدي آخده من خلال إيفنت. أوكي بدي اخده من خلال ايفنت. هون رح اسوي كونسول دوت لوج دوت اي، بدي اشوف هذا الايفنت شو وضعه. عملت فانكشن هذا، هعمل لها كوبي. اوكي رح اروح وين الانبوت تبعي؟ هذا الانبوت. فهون رح اقول له مش ات كليك هالمره، بدي اقول له ات تشينج، يعني لما انت تتغير عندك الفاليو. اوكي بدي اياك تعمل لي هيدي. لاحظوا هون انا ما حطيت البراكتس، ليه؟ اذا انت ما حطيت البراكتس اوتوماتيك يعني، ليك اذا انت هون ما حطيت براكتس بس انت بالجافا سكريبت قايل انه هيدي الفانكشن رح تاخد شي فاليو معين، ساعتها باي ديفولت الفيو رح يرجع لك الايفنت تبع هيدا الانبوت. اوكي هنعمل سيف وليتس سي ذا ريزلت. رح اعمل انسبكت لنشوف الريزلت هون بالكونسول. رح اعمل ابلود لشي صوره. اوكي عملت ابلود، شوفوا شو صار في عندي. هون الفاليو تغيرت، وانا هيدا اللي بدي اياه، بدي لما الفاليو تتغير بدي اخذ هيدا الايفنت. ولاحظوا هون شو عمل لي بالكونسول، اعطاني ايفنت، هعمل كليك عليه. في عندي كتير معلومات انا اللي بهتم فيه، انا مهتم بهيدا البارت اللي هو التارجت، وجوات التارجت في عندي كمان هيدا اسمه فايلز. هون انا مهتم بالدوت تارجت دوت فايلز، هيدا هو شايفينه، انا هيدا اللي مهتم فيه. فهلا مرت الجاي انا شو راح اجي اسوي؟ بدل ما اعمل كونسول دوت لوج دوت اي راح اقول له اي دوت تارجت دوت فايلز. اوكي وابدا راح اخذ اول فايل، انا ممنوع اعطي كذا صوره، بدي صوره اول صوره. اوكي سيف، نجرب مره تانية. هلا لكم شغله، هيدي اللي عم تطلع عندكم لانه انتم عم تستخدموا الفيو جي اس لكن بالديفلوبمنت بارت، لحتى تحطوه بالبرودكشن بكل بساطه بتروحوا على الفيو هون بدل دوت جلوبال بتقولوا دوت جلوبال دوت برود يعني production dot js save. let's see لا يكون ما بقى في عندي ولا اي warning. هلا رح ساوي upload، رح حط شي صورة، اعطاني الفايل path. انا هلا الفايل path صار موجود عندي بشكل طبيعي وبشكل تمام. هلا شو ضل علي يساوي؟ ضل علي يساوي انه to convert it to base 64. ليش بدي اسويها لبيس 64؟ لانه انا بدي احط الصوره بال HTML، عرفتوا كيف؟ ولا بتشوفوا شو بقصد فيها. خليني اسوي هلا هيدي الفانكشن، رح اسوي فانكشن جوات هيدي الفانكشن تعمل لي تو بيس 64. فرح اسوي كونستانت رح اسميها فايلز 64. اوكي شو بتعمل هيدي الفانكشن؟ اكشلي ات تيكس باث
وهون لكم شغله يا شباب، لما انتم بدكم تتعاملوا مع الفايلات بدكم تاخذوا بعين الاعتبار انه الفايلات بتاخذ وقت لحتى تتعالج، لحتى تنعمل لها ريد. عرفتوا كيف؟ هلا بتسائب هلا انه الفايل اللي بدي اعمل له ابلود هو فايل صغير ما انه فايل كبير. عرفتوا كيف؟ بس لكن نحن في بروتوكول معين لازم نلتزم فيه لما نتعامل مع الفايلات، انه دائما نحن لازم نرجع بروميس، لانه احتمال يكون الباث ما ظابط فما راح يقدر يقراه. عرفتوا كيف؟ فانا لا بعمل بروميس، هذا البروميس انا مثل ما قلت باول ببدايه المحاضره انه لازم تكونوا بتعرفوا البيسكس تبع الجافا سكريبت اللي هن البروميسز والكول باك فانكشنز وهالامور. اوكي، فاذا هذا البروميس هو نوع من الكلاسات الموجوده بالجافا سكريبت، بياخد كمان كول باك فانكشن. هيدي الكول باك فانكشن بتاخد شغلتين، بتاخد ريزولف وريجكت. اوكي، هدول شو هن؟ هدول اسماء فانكشنز. اوكي، هلا يعني اذا الريزلت تبعتك مشي حالها بترجعها بالريزولف، واذا ما مشي حالها بترجع الايرور بالريجكت. اوكي، فانا هلا بدي اسوي تراي كاتش. عرفتوا كيف؟ تراي كاتش الايرور هون بلقط الايرور اذا صار في عندي ايرور لا سمح الله. هون شو رايكم نرجع؟ هون ما بعمل ريتيرن، لا، لانه انت عندك بروميس، فالريتيرن تبعيتك رح تكون يا ريجكت يا ريزولف. فاذا الريتيرن كانت بوزيتيف بترجعها بالريزولف، اذا الريتيرن تبعك كانت ايرور فيها ايرور بترجعها بالريجكت، يعني ريجكت بتحط الايرور اللي بدك اياه. عرفتوا كيف؟ هون حتعملوا ريزولف وبترجعوا الشيء اللي بدكم اياه اذا كان مزبوط، اذا مش الحال يعني. هلا هون عملت انا بروميس، شو بدي اسوي؟ انا هلا شغلتي اقرا هيدا الفايل وبدي احوله لبيس 64. تمام، عظيم. لحتى اسوي هذا الشيء انا بحاجه لشيء كلاس يعمل لي هذا الشيء، والجافا سكريبت موجود هيك كلاس اللي هو رح اسوي هون كونستانت تاني رح اسميه ريدر، فيكم تسموه اللي بدكم اياه، هو ايكوال لنيو فايل ريدر. في عندي كلاس بالجافا سكريبت اسمه فايل ريدر، هذا موجود من زمان. اوكي، بس تعملوا فايل ريدر. هلا شو في عندكم اوبشنز ريدر دوت. من بعد ما تعملوا الريدر يا معلم، انتم مهتمين بشيء معين اللي هو ريد as data url. هيدا اللي بدكم اياه، هيدا الداتا يو ار ال اللي بتاخده بلوب اللي هو شو حكينا بالاول هو الباث. اوكي، فرح اعمل هون باث. اوكي، بعد ما اعمل هذا الشيء هلا صار بدي اشوف اذا مش الحال قدر يفتحه ولا لا، فبدي اقول له ريدر دوت اون لود. يعني اذا بحال اعمل له لود، لاحظوا الاون لود هي شو مكتوب هون، لاحظوا هي بروبرتي مانا فانكشن. البروبرتي انا بدي اعطيها فاليو. اوكي، فهيدي الفاليو رح تاخذ كمان كول باك فانكشن. هيدي الكول باك فانكشن شو رح تعمل؟ رح تعمل ريزولف، رح ترجع لي الريدر، لحظة، الريدر دوت ريزولت، بدي رجع الريزولت. اوكي، بهالطريقة عملت أنا فانكشن فايلز 64 بتاخد الباث بترجع لي الصورة as a base 64. خلونا نجرب. اوكي، let's try، وراح اسوي console.log. هلا بما انه هيدي بروميس فلازم انا انطرها لحتى ترجع لي، فراح اقول await. عرفتوا كيف؟ await files 64، هون بدي اعطيها e.target، لحظة، files 64 e.target.files of 0. let's see. اوكي، هلا لاحظوا عم بيعطيني ايرور، لانه انت لما بدك تنطر فانكشن معينه لحتى تخلص لازم تستخدم اويت، ولحتى تستخدم الاويت لازم تقول لها لفوق للفانكشن الاماي الفانكشن البارنت، بدك تقول لها انه احنا بدنا نستخدم اويت، فلازم تكون اسينكرونس. اسينك، بس تحط هيدي الكي وورد اسينك وبتعرف البارنت انه انت رح تنطر كود معين ليخلص، فبتسمح لك تستخدم هيدي الكي وورد اللي هي الاويت، وبالتالي بتنطر الفايلز لتخلص، وبالتالي بتاخذ البيس 64. عظيم، تمام. بدي لكم شغله شباب، اذا بحال عنده حدا اي اسئله يكتب لي اياها بالكومنتس او يبعث لي ايميل. بنهايه الفيديو رح احط لكم الايميل تبعي، فيكم تتواصلوا معي اذا بحال اي حدا عنده اسئله. يو كان كونتاكت مي وبساعدكم ان شاء الله. اوكي، ما رح نحكي كتير، خلينا نعمل سيف اند ليتس
تستت، هنعمل ابلود. رح اعمل ابلود لهيدي الصورة فور اكزامبل. لاحظوا عطاني بيس 64. هيدي البيس 64 هلا بتعملوا لها كوبي بيست وبتروحوا بتحطوها وين؟ بتحطوها بالسورس تبع الصورة، بيمشي الحال، بتبين. عرفتوا كيف؟ يمكن انتم اول مرة بتعرفوا هذا الشيء، بس هذا الشيء متعارف عليه بالايمج، بالايمج تاج. فيك تحط السورس، ممكن يكون عبارة عن لينك او عبارة عن باث او عن عبارة عن بيس 64، بيزبط. اوكي، عظيم. بس انا ما بدي هيدا اسويها هيك، انا اللي بدي اياه يا معلم بدي اعمل كوبي لهاي، وبدي انا يا معلم بدي احطها جوات مين؟ بدي اقول انه this dot next image is equal للريزلت. بهالطريقه البيس 64 وين عم بيروح؟ عم بيروح على الرياكتيف بروبرتي اللي هي بالفيو، وهيدي الرياكتيف بروبرتي انا وين بحطها؟ بيجي بحطها جوات الايمج. اوكي، فانا هلا بدي احط ايمج هون صغيره، ايمج تاج. الايمج تاج بياخد سورس، فانا هون بدي اقول له هي النكست ايمج. السورس رح يكون الفاليو تبع النكست ايمج. بس لقلكم شغله كمان، هذا الشيء انا شرحته بالفيو، مثل ما اتفقنا لحتى تطبع فاليو بالفيو انت لازم تستخدم هذا السنتكس. بس لكن اذا انت بدك تحط فاليو جوات بروبرتي لشي اتش ام ال element، بدك تحطها هيك، تحط نقطتين فوق بعض. لما انت بتجي بتحط نقطتين فوق بعض على اتريبيوت معينه، شو معناها هذا الشيء؟ معناها انه انت الفاليو اللي بتحطه هون it can be read as JavaScript. يعني انت هون هلا مش عم تكتب string، انت هون عم تكتب JavaScript. انتبهوا، اوكي؟ يعني انت هون فيك تكتب console.log، تكتب JavaScript طبيعيه. عرفت كيف؟ يعني هيدي الالت بدك اياها تكون جافا سكريبت، بتحط لها نقطتين فوق بعض، صارت الفاليو تبعيتها جافا سكريبت. بس اذا بتشيلها رح اعمل لكم زوم شوي، حارجع عيد. اوكي، مش هيدا اتش تي ام ال اليمنت؟ عظيم. وهيدا كمان اتش تي ام ال اليمنت، تمام، عظيم. بس هيدا الاتش تي ام ال اليمنت شو بيفرق عن هيدا اللي تحت؟ انه هيدا اللي فوق في عنده اتريبيوتس. اوكي، واذا انا بدي هيدول الاتريبيوتس يكونوا كمان دايناميك، ما بدي اياهم سترينج، بدي اياهم ينكتبوا از جافا سكريبت الفاليو تبعهم. هلا هيدي سترينج، اوكي، بس اذا بدي اياها جافا سكريبت بيجي بحط لها نقطتين فوق بعض وبعطيها جافا سكريبت، بكتب جافا سكريبت بكل ريحه. اوكي، فانا هون ما بدي، بدي هون حط نكست ايمج. اوكي، ستاتيك فاليو، هون بدي احط دايناميك فاليو اللي هي جافا سكريبت، حطيت لها نقطتين فوق بعض. هون رح اجي اكتب نكست ايمج بهالطريقه. شوفوا شو صار في عندي، النكست ايمج اعطتني بروكن ايمج. ليه؟ لانه هي اصلا باي ديفولت which is null، وهذا الشيء بديهي. اوكي، هلا بنشوف كيف بنظبط هذا الشيء. بس هلا لما اجي اعمل ابلود لشي صوره مثلا هيدي، لايكو الصوره صارت موجوده عندي وما اعطاني ولا اي ايرور. اوكي، كيف بظبط موضوع البروكن ايمج؟ بكل بساطه كمان بقول انه انت هيدي الصوره خليها تبين. لايكو شو رح اسوي؟ رح اعمل اكس، رح اقول انه في اف، يعني هيدا ال HTML element خليه يبين اذا بحال كانت ال next image منا null. اوكي، واذا كانت null يعني ما في صورة، خليه تبين الايكون بدالها، يعني في else. اوكي، برجع بقول هي، برجع بعيد، هيدول اللي عم تشوفون انا شارحهم بالفيو جي اس كورس، فيكم تطلعوا عليهم. اوكي، اوكي، بالغلط هي بالقلب، هي لانه نال مظبوط، ما لازم نرجع نعكسها. فاوكي، هلا باي ديفولت رح يبين الايكون، لكن لما احط صوره رح تبين الايمج. اوكي، هلا الايمج انا ما بدي اخليها كبيره لهالدرجه، فرح اقول لها ويدث اعطيها 150 بكسل. اوكي، عظيم. هلا يا معلم نحن شو خلصنا؟ خلصنا الايمج ابلود فانكشناليتي، هلا بدنا نشتغل بالاي اي. اوكي، عظيم. انا الاي اي تبعي، الاي اي موديل شو هو؟ رح يكون جيميني، منو تشات جي بي تي، رح يكون جيميني. اوكي، فانا قبل ما اجي استخدم الاي اي بدي شيء بديهي، اني انا اول شيء ساوي برومبت ودرب، يعني بدي اتوصل لبرومبت معينه، هيدي البرومبت يلي انا بدي استخدمها عندي بالبروجكت. اوكي، انا بصراحه جربت كتير برومبتس لحتى زبطت معي برومبت معينه.
هلا ما رح نقعد نضيع وقت ونجرب برومبتات كتار. انا توصلت لبرومبت حسيتها ظابطه اكثر شيء، هلا بقول لكم عنها. اوكي، فمن بعد ما تعتمدوا برومبت معينه وتجربوها، يعني تعطوا صوره وتعطوها برومبت وتشوفوا اذا عم تعطيكم ريزلت مقبوله ولا لا. هلا بدنا نيجي نعمل جيميني سيت اب. كيف انا بساوي جيميني سيت اب؟ انا لما بدي بلش اشتغل بالجيميني من وين بدي بلش؟ الستارت بوينت شو هي؟ اوكي؟ عظيم. الستارت بوينت يا معلم هي كالتالي، بدك تروح على شيء اسمه ai studio.google.com. اوكي، هيدا هي الستارت بوينت تبعتك، ai studio.google.com. عظيم. رحنا على الاي اي ستوديو دوت جوجل دوت كوم. بالاي اي ستوديو، يعني لكم شغل، انتم مش بتروحوا على جيميني دوت جوجل دوت كوم، الشيء يلي انتم بتعملوه هون قدرانين تعملوه هون نفس الشيء. اوكي، بس هون في عندكم مور ادفانسد اوبشنز. اوكي، فانتم فيكم تعملوا برومبت انجينيرينج او برومبت تريننج هون، عرفتوا كيف؟ وفيكم تعملوا برومبت انجينيرينج هون كمان اللي بدكم اياه. انا بالجوجل اي اي ستوديو، انا هلا ما هدفي اشرح لكم عنه، انا مهتم ببارت بشغله معينه، بشغلتين. لحتى انت تستخدم الاي اي تبع جوجل، اللي بحاجه جوجل تسمح لك اول شيء، صح؟ يعني انت بدك تطلب رخصه من جوجل لحتى تقدر تستخدم هذا الموديل تبعها، لانه الشغله منا فلتين، الشغله منا سايبه هيك، لا. اوكي، يعني لازم جوجل تعرف انه انت الاكونت تبعك عم بيستخدم الجيميني اي 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 بي اي كي. اوكي، فانا اللي بدي اسويه بدي اسوي جيت اي بي اي كي، هذا شيء بديهي. وهذا الشيء كمان بيصير لحتى اذا بدك تستخدم تشات جي بي تي، لازم تاخذ اي بي اي كي. رح اعمل كليك. الاي بي اي كي يا جماعه لازم تحتفظوا فيه بمكان سري، ما لازم يكون بابليك، لكن انا فور educational purposes يلي بدي اسويه ما بيأثر، رح تقدر تشوفوه لهيدا الاي بي اي كي، بس لكن انا من بعد ما اخلص الفيديو رح امحيه. اوكي، فما رح يكون له اي داعي، اي لازمه تاني. عظيم. فانا اوريدي عملت جنريت الاي بي اي كي، فيكم هون تعملوا كرييت نيو وان، تعملوا كرييت بيطلع لكم، تعملوا له كوبي. اوكي، فحيكون كتير كتير سمبل، دغري ستريت فورورد، ما رح يضيع. فبتعملوا كوبي للاي بي اي كي، هيدي اول شغله. اوكي، نحن يا محمود قدرنا نحصل على الاي بي اي كي، هلا لوين بدكم تروحوا؟ just a second. هلا بدكم ترجعوا على الاي بي اي، عفوا على الاي اي ستوديو. هلا انا يا محمود بهمني كمان اعرف الدوكيومنتيشنز. اوكي، ف الاي اي ستوديو راح يدلكم كمان على الدوكيومنتيشنز، فبتروحوا على الدوكيومنتيشنز. اوكي، يعني الاي اي ستوديو استخدمناه لشغلتين، لحتى ناخذ الاي بي اي كي، وفيكم تستخدموه ايضا لتعملوا برومبت انجينيرينج عليه، وفيكم كمان استخدمناه لحتى ناخذ الدوكيومنتيشنز للجيميني. فتنا على الدوكيومنتيشنز. هون الدوكيومنتيشنز ما شاء الله جوجل عم بيشتغلوا بشكل كتير رهيب على الدوكيومنتيشنز، ليكو قد ايه سمبل هي. انا مهتم ببارت محدد اللي هو انا بدي استخدم الجيميني بالويب، بالجافا سكريبت، مش بالنود جي اس. اوكي، جيت ستارتد اون ذا ويب، بعمل كليك عليه. اوكي، اول شيء لك شو قال لي؟ قال لي جيت ان اي بي اي كي. راح اقول له شكرا انا حصلت على الاي بي اي كي، راح كفي لتحت. قال لك انه قبل ما تستخدم الجيميني لازم تعمل انستول للجيميني لايبرري. اوكي، ليكو شو سهل، شايفين هذا السكريبت بدكم تعملوا له كوبي، حنروح نعمل له كوبي ونروح لوين؟ على ال HTML تبعنا. راح اطلع لفوق تحت بيست، خلصت. انت هلا نزلت الجيميني، الجيميني صار منزل عندك، غيره شو في عندك كمان؟ اوكي، نزلت الجيميني، عظيم. هلا بامكانك تستخدمه دغري. اوكي، بس هلا قبل ما نستخدمه انا بدي استخدمه بطريق، بدي استخدم التكست بارت. يعني انا هلا ما رح دغري اقول له لجيميني اعطيني خد هيدي الصوره، اعطيني الجيسون تبعها، لا. بالاول بدي اطلب منه لجيميني، بدي اخده واعطي معه بشي بسيط لاشوف اذا هل يا ترى هو شغال ولا ما شغال. اوكي، فشوفوا هيدي هون، رح ننزل لتحت، خلص هيدي ما بقى لها لازمه. رح ننزل لتحت generate text from text only input. اوكي، عظيم. فاول شيء بدي اسوي import لهيدي، رح اعمل copy
رح روح على البروجكت على الجافا سكريبت فوق بالبداية، دائما كل شيء امبورت استعملوهم بالاول. انا بهالطريقة عملت امبورت لهيدي الفانكشن غيره، هيدي لازم كمان تعملوا لها امبورت. اوكي رح اعمل كوبي، رح اروح على هيدا كمان، ما رح احطها جوات الفيو، بدي اخليها تكون جلوبال. اوكي هون الاي بي اي كي اللي انتم عملتوا له كوبي بتبدلوه هون. هلا بدي اشوف ال نعمل اي بي اي كي جديد، ما بعرف، خلونا نعمل اي بي اي جديد، كريت اي بي اي، جوت ات. هون بده يكون ريليتد لجوجل بروجكت اكونت، خليني احطه مثلا ما بعرف، اختاروا شي وحده، اختار هيدا كوبي، برجع بقولكم هذا رح يمحها بعد ما نخلص الفيديو. رح اروح على البروجكت بيست، صار الكي موجود عندي. برجع بقولكم هذا الكي لازم يضل سكيور، ما لازم ينعرض. اوكي فشوفوا كيف بتسيفوه بشي سيرفر، هذا الريكوست بدل ما تعملوه بالفرونت اند تعملوه بالسيرفر كمان بيصير. اوكي انا جاست فور educational purposes عم بشتغلوا بهذه الطريقه بس لحتى سهل الامور. اوكي عظيم. طيب عملنا هلا initialization وكل شيء، خلونا نشوف شو بعد ناقصنا. هلا بدي اشتغل، بدي انا اسوي function تعمل لي generate value او شيء، generate result. اوكي هيدا اللي هون بدي اعمل له copy، بدي اروح على الفيو جي اس، بدي اسوي function رح سميها test gemini. اوكي بدي اجرب الجيميني وبدي اسويها هيك. عظيم، لاحظوا انه الجيميني عم بيستخدم await ولذلك لازم اقول له async فوق لحتى يقدر يستخدم الاويت. اوكي عظيم، هيدا مثال بسيط. هون عم نستخدم انه اي موديل، هون البرومت تبعيتنا، هلا البرومت ثابت انه to generate something about backpack anything. اوكي هون الريسبونس رح اطبعه بالتكست. فهلا بكل بساطه هيدي الفانكشن رح اعمل لها كوبي وروح لوين؟ لهيدا البتن فور اكزامبل اللي هو الكونفرت فور اكزامبل، يعني رح اعمل كليك رح اقول له اسم الفانكشن. عظيم، خلونا نجرب اذا يا ترى رح يمشي الحال ولا لا. رح اعمل انسبكت، الكود جاهز، ما في داعي انا اعطيه انبوت ولا اي شيء، بس انا عم بعمل تيست لاشوف اذا الجيميني شغال عندي ولا لا، قادر اخده اعطي معه ولا لا. هيدا يعني هيدا الشيء رح ياكد لي اذا انا عملت سيت اب مظبوط ولا لا. رح اعمل كونفيرت كليك، كبست علي انا. هلا المفروض بهالوقت عم بيصير شيء، لازم انا هلا احط شو سبينر. هلا بنشوف كيف بنحط السبينر كمان. ليكو شو اعطاني؟ اعطاني ليكو، اعطاني هون ريسبونس، عمل لي جنريت لارتكل، اعطاني ريسبونس باك. بهالطريقه انا هون تاكدت انه انا السيت اب عندي مظبوطه وقادر اخده واعطي معه للجيميني بطريقه مظبوطه. اوكي هلا شو بدي اسوي؟ بس علي ظبط موضوع السبيننج لانه رح استخدمه بعدين. هون عندي سبينر، فانا هون شو بعمل؟ لما بدي بلش شغل بدي اقول له this dot spinner شغلها is equal to true. اوكي وبس خلص هون بقول له this dot spinner is equal to false. اوكي هلا هو يفضل انه هيدا البارت حطه جوات تراي كاتش، بس بما انه هو تيستينج فما راح اعوزه كتير يعني. اوكي هون await، هون راح اجي بال HTML احط spinner. وين بدكم نحط السبينر؟ راح نحطها هلا تحت البتن مبدئيا، يعني تحت الكوبي هون. راح اجي اعمل سبان، راح اعمل ديف راح اسميها سبينر بوردر، هذا كلاس بال شو اسمه بالبوتستراب، سبينر بوردر، صار عندك سبينر. اوكي هلا نعمل سيف وشوفوا السبينر كيف شغاله. هلا يا معلم بدي هيدي السبينر خليها تبين لما السبينر تكون ترو، فراح اقول له في اف سبينر، بس تكون السبينر ترو شغلها وبس تكون فولس وقفها. هلا نعمل كونفيرت ليكو اشتغلت، عم تشتغل، وهلا المفروض بس يعطيني ريسبونس باك، المفروض شو يعمل؟
المفروض يوقف السبينر، وقفت السبينر اعطاني ريسبونس باك، شغلنا 100% تمام. رح نرجع هلا على الاوتلاين، عملنا الاي بي اي كي، عملنا الدوكيومنتيشن صح، عملنا التكست بارت، هلا بدنا نعمل الايمج ريكويست. اوكي، جينا هلا للبارت المهم. خلونا نشوف بالدوكيومنتيشنز شو في عندهم دوكيومنتيشنز بتفيدني بالبارت تبع الايمج. لاحظوا انه هون عم بيقول لي انه ممنوع تكون الصوره اكثر من 20 ميجا بايتس، وفوت شوف اطلع اكثر على الكوتيش على الكوتا اللي عندك. انا اللي بهتم فيه، لاحظوا انه هذا البارت ما تغير، هذا البارت ما تغير، اللي تغير انه انا رح ازيد فانكشن جديده اللي هي هيدي. اوكي، هيدي شغلتها الفانكشن بس تاخد الباث وتحول لي اياه لبيس 64. رح تقول لي يا محمود ما نحن اوريدي عملنا فانكشن تحول لي بيس 64، بقول لك مزبوط، بس هلا لقلكم ليه انا بدي اعملها كوبي بيست من هون، لانه هيدا البيس 64 لما انت بدك تاخده فعليا بدك تشيل منه بارت محدد، عرفت كيف؟ وبدك تعمل اوبجكت بسنتكس محدد لحتى الجيميني يقدر يتعرف عليه. فانا هلا ما راح ضيع وقت وارجع اسوي نفس الفانكشناليتي بينما انا فيني بكل بساطه اعمل لها كوبي بيست. اوكي، فهلا شو راح اسوي؟ هيدي الفانكشن بدي زيدها عندي بالفيو اللي هي بتعمل كونفرت للفايل از بيس 64. اوكي، راح زيدها عندي هون، صار في عندي فانكشن جديده. اوكي، هيدي بلاها، وهيدي الفانكشن بلاها الكيورد، صار في عندي فانكشن. هيدي الفانكشن بتاخد شو اسمه، عظيم، وشو بتعمل؟ بترجع البيس 64. وهلا هيدي الرن، لاحظوا هون شو تغير. تغير عندي الموديل، قبل كنت مستخدم الجيميني برو، هلا بدي استخدم الجيميني برو فيجن لانه بدي استخدم صور. اوكي، فهون بدي زيد عليه كلمة فيجن، او الكم خليني اسوي فانكشن جديدة رح اسميها convert image. كتبتها مظبوط؟ اوكي، convert image. هيدي ال convert image اول شي بدها try to catch، تعمل try catch، اذا عندي ايرور بده ينطبع. اوكي، وهلا نفس الفانكشناليتي اللي مكتوبه هون بدي اعمل لها كوبي بيست. اوكي، عظيم. بس هلا شو اللي بده يفرق عندي؟ بدي اقول له انه هيدي اسينكرونس فانكشن لحتى اقدر استخدم الاويت، وبنفس الوقت بدي اشغل السبينر. this dot spinner is equal to. اوكي، وبدي اوقفها للسبينر من بعد ما يخلص، واذا بحال صار في عندي ايرور كمان بدي اوقفها. اوكي، عظيم. لاحظوا انه هيدي لكم شو بيصير هون. هلا البرومبت بدي اكتبها، بدي اغير البرومبت تبعيتي. اوكي، فيني اقول له هلا مبدئيا ديسكرايب ذس ايمج، ديسكرايب ذس ايمج. اوكي، لاشوف اذا هل يا ترى شغاله ولا لا، عم بعمل تيستينج. اوكي، وانا هون عم بعمل سيلكت للانبوت يلي عندي، ليكو الانبوت فيني هلا اعطيه انبوت باي اي دي، ما بدي اياه باي فايل تايب، راح اعطيه الاي دي، راح اقول له هاشتاج ماي انبوت. اوكي، سيف، فهو راح يروح على اتش تي ام ال، الانبوت تبعي الفاليو تبعها راح ياخذها ويعمل لي اياها بس 64. تمام، عظيم. والريزلت يلي طلعت لي انا وين بدي احط الريزلت؟ بدي احط الريزلت بالذيس دوت ريزلت. ما انا في عندي فوق شو يا معلم، في عندي فوق فاريبل دايناميك، عندي رياكتيف فاريبل هو اسمه ريزلت، بدي احطها جواته. انا لشو عملته لك؟ ذيس دوت ريزلت از ايكوال تكست. اوكي، عظيم. هون خليني ازيد لها ويت اذا اخذت شوية وقت يعني. عظيم، الريزلت عم بحطها التكست عم بحطه بالريزلت، السبينر شغاله، عملت برومبت مبدئيا فور تيستينج، رح شوف اذا يا ترى كل شيء از وركينج فاين. هلا هيدا الفانكشن بدي بدلها بدل شو؟
بدل convert ما بدي اعمل test، بدي اسوي convert image save. let's see. يلا بسم الله، راح اختار صورة، راح اعمل لي describe لهيدي الصورة for example، راح اعمل له convert. قال لي reference error file to، هيدي ما منا defined. ليه منا defined؟ لألكم ليه منا defined، هيدا غلط مني، لانه هيدي الفانكشن يا معلم وينها؟ هيدي الفانكشن وين موجودة؟ بالفيو. لما بدك تستخدم فانكشن بالفيو شو بدك تكتب؟ this، بكل بساطة this dot، هيك بيمشي الحال. let's try it again، ان شاء الله ما يكون في عنا ايرور تاني نسينه. رح نعمل convert. هلا عم سوي برومت بسيطة، بس يعمل لي ديسكرايب لهيدي الايمج، اعطاني ديسكريبشن بس ما وقف هذا لشوف ليه ما زبطت السبين. هلا بنشوف ليك، اعطاني ديسكريبشن، قال لي this image shows black and red tripod، عم بيعطيني ايه مظبوط، معناتها انا السيت اب عندي مظبوطه، معناتها انا قادر اخذ واعطي مع الجيميني بخصوص الايمجز. عظيم، خليني اشوف ليه هيدي ما زبطت. موضوع السبينر، اللي اعطيتها ترو هي لازم تكون فولس، وهون فولس. اوكي سيف، عظيم. هلا مثل ما قلنا البرومت، بس هلا بدي اغير البرومت تبعيتي، بدي اروح على اللي كنت كاتبه قبل، راح ارجيكم هيدي البرومت تبعيتي، راح ارجع اروح هلا بقول شو هي. هون بدي اغيرها، اوكي. شو عم بقول له انا بالبرومت؟ عم بقول له response back with a direct JSON representation of this product image. ليه قلت له direct JSON representation؟ لأن أنا ما بدي يكتب لي introduction، يعني ما بدي يكتب لي your image is about، ما بدي هذا، ما بدي لحي كله هذا حكي الفاضي، ما بدي إياه، بدي يعطيني result دغري. اوكي، وقلت له إنه ال JSON should have these properties، اللي هن السكيما اللي عندي البروبرتيز تبعولها حطيتهم تو سترينج، صاروا ينطبعوا معي بشكل سترينج. اوكي، اف ذي ار افيلبل. شو بدي هلا اسوي كمان؟ هون بدي اعمل له كونسول دوت لوج للبرومبت لورجيكم هي. هلا خلونا نشوف، بس قبل ليكو شو بدي اسوي بال هون بدل الكود. شو بدي اعمل؟ بدي احط الفاليو للسكيما. اوكي، واذا في اف سكيما، اذا السكيما موجود منا نال ورجيها، اذا لا بدي احط بري تاني، بدي احط فيه الريزلت، ريزلت، وهون بدي احط لها في الس، يعني بدي اياها تبدل بين بعض. هات لنشوف اذا ظابطه. اوكي ليكو، اعطاني بالاول السكيما اللي عندي، راح اعمل له ابلود للصوره مثلا هيدي الصوره بينت فوق، رح نعمل كونفرت، عم تعمل لودينج. ليكو البرومبت اللي اعطاني، اللي انا بعثت له هي تايتل ديسكريبشن براند، يعني هلا شو ما بغير انا بالجيسون بروبرتيز رح كمان رح تول بي افكتد بالبرومبت تبعيتي. اعطاني ريسبونس باك، لاحظوا اعطاني ريسبونس مظبوط، بس اللي ما زبط هو التبديل. فهون بعتقد لازم، خليني اشوف كيف كنت مساويها بالهيدا وينها. اوكي، فهي اذا نوت ريزلت، اوكي هون بس بدي اعكسها، فاذا ما كانت ريزلت نال سكيما نال وبينها. ورجيني بس لتأكد من شغله. اوكي، هي مش سكيما، هي ريزولت. اذا كان عندي، ما كان عندي ريزولت بين السكيما، اذا صار عندي ريزولت بين الريزولت نفسه. سيف، ليتس ستارت فروم ذا بيجينينج، نرجع نحط شي صوره مثلا هيدي وكونفرت. عم بيعمل هلا لودينج، اوكي. شوفوا مثلا انا هون شو معامل، لاحظوا عم بيعطيني هدول الدوت جيسون. اوكي، هلا كيف فينا نشيلهم؟ فيكم بال هلا ما بدي اعدل، بس ثواني لورجيكم شو صار. اعطاني انا ريزلت، اعطاني التايتل ديسكريبشن البراند، نفس الشيء الريزلت اللي شفناها بالاول، بس الفرق انه هون عم بيكتب لي هيدي بنسميها مارك داون لانجويج، ما بدي اياها انا هيدي،
فأنا هون شو عملت؟ قلت له هدول شيلهم. ما ليكو انا هون ما قلت له بالبرومت شيل لي اياهم، لا انا بدي ريحه للموديل، بدي اياه يركز، اي ونت هيم تو فوكس على الامور اللي بدي اياها. باقي ما تبقى هالتفاصيل الصغيره انا بشيلها عندي بالديفلوبمنت، اذا انوجدت بشيلها. اوكي ليكو شو عملت هون؟ هروح على الاب والتكست، وين التكست؟ هيدي هون المفروض او هون دوت ريبليس. إذا وجدوا هدول أنا رح شيلهم بكل بساطة، رح نرجع نعيد التجربة، رح أعمل أبلود للصورة مثلا هيدي. أوكي رح أعمل لها كونفيرت. هلا المفروض ما يعطيني هدول المارك داون ستايلز. أوكي عظيم، هلا أعطاني أنا ريزالت شبيهة بالريزالت يلي عنا إياها، أعطاني الفاري، أعطاني عفوا الجيسون. الجيسون بيتضمن الفيتشرز، الكاتيجوري، البراند، الديسكريبشن والتايتل. اوكي انا بعتقد نحن وصلنا للشيء اللي بدنا اياه بهيدي المحاضره. مثل ما شفنا عملنا ويب ابلكيشن فروم سكراتش. هيدا الويب ابلكيشن بياخد صوره، بيعمل لها انالايز وبرجع لك هي از جيسون. طبعا نحن هدف هيدا السيشن مش انه انا اجي اعمل سوفت وير از سيرفيس، فيكم تعملوه فيكم تطوروا فيه، بس انا هدفي كان اعلمكم، وقصدي انه اعلمكم كيف تاخذوا تعطوا مع الجيميني، كيف تستخدموا الاي بي اي تبعيته. اوكي فبعتقد الامور واضحه كتير. هون فينا نعمل كوبي، هات لنشوف اذا عم بيعمل كوبي مزبوط. خليني انزل لتحت اعمل بيست. اوكي عم بيعطيني كوبي كمان مزبوطه، عظيم. اذا هيدي كانت المحاضره تبعيتنا، ان شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا منها. اذا بحال اي حدا حابب يتواصل معي يحكيني، فيكن تتواصلوا معي على اللينكد ان. اوكي ثواني بس، اسمي على اللينكد ان محمود مشون، فيك تتواصلوا معي على اللينكد ان، تتواصلوا معي على الايميل تبعي. الايميل تبعي رح اكتب لكم اياه هون بالكود، مشون لحظة info@mashon.com. اوكي تواصلوا معي على الايميل info@mashon.com. شو ما بدكم اسئله ليت مي نو، وفيكم تتواصلوا معي على اللينكد ان http، ما تحطوا اس اني بعد ما ظبطت موضوع السب دومينز، n.mashon.com. كمان فوتوا على هذا اللينك، تفوتوا لعندي على اللينكد ان، واذا حابين تفوتوا تشوفوا ماي بلاي ليست كمان http، ما تحطوا اسماء لاني بعد ما ظبطت السب دومينز، playlist.mashon.com. هيدا اللينك بياخدكم على كل التوتوريالز تبعولي. ان شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا. ليت مي نو اذا عندكم اي اسئله، اكتبوا لي بالكومنتس، ويعطيكم الف عافيه. شكرا كتير.